www.sudanesesongs.com. منظور مسيلة والله ما منظور مسيلة. جلسة جميلة معاي الزميل العزيز الشاعر الكبير الأستاذ محمد يوسف موسى، له دور كبير في تطوير شعر الأغنية السودانية الحديثة، له دور في تنظيم الشعراء، لعب دورين مهمين جدا. أهلا بك أستاذ محمد. عليكم السلام. أهلا بالشاعر وأهلا بنقيب الشعراء. بارك الله فيك. الله يخليك. أنا سعيد بوجودي معك، وسعيد أن هؤلاء الشباب سيقدمون نماذج من أغانيك اللي حفظوها عشاق الفن السوداني، لأنها أغاني جميلة ولحنوها أعداد كبيرة منها. لكن قبل عايز أقول حاجة. إذا وقفت على النهر، إذا وقفت على النهر، على نهر النيل، تفتكر إنه ده النهر اللي شفته مبارح، وهو حقيقة الأمر النهر اللي شفته مبارح ما موجود، ده نهر آخر. نهر نهرك بتاع مبارح ده يكون وسط السد العالي مشى، أو لو وصل قريب يكون في سد مروي. وهكذا الشعر الغنائي السوداني تنظر له فتظن انه هو شيء واحد، بينما هو تطور خلال اجيال، يعني بدايه من اجيال الحقيبه لزوم ما لا يلزم، ثم هم نفسهم عملوا الاغنيات الغنوها ناس الكاشف واحمد المصطفى وحسن عطيه في الاربعينات لغايه الخمسينات، ظهروا ناس صلاح احمد، ظهروا ناس بازرعه، ظهروا ناس قرشي محمد حسن، ظهروا ناس حميدة أبو عشر، ظهروا يعني أحمد إبراهيم أبطاش، مجموعة كمان من الشعراء قدموا إضافات إلى هذا النهر. ثم كان أجيال جديدة لما تطور فن التلحين، وهذه الأجيال يمثل خير تمثيل محمد يوسف موسى وزملاءه وأبناء دفعته، منهم إسحاق الحلنجي طبعا، ده برضو راجل مبدع، منهم محجوب سراج، منهم ابراهيم الرشيد، منهم نحن طبعا جيل راح بين البينين، انا وابو قطاطي وعبد الله النجيب، يعني نحن رحنا في الرجلين في فتره لا لحقنا الجديد جدا ده ولا حصلنا القديم. محمد يوسف موسى من الاجيال اللي جددت الشعر وادت طعم جديد وعملت مدرسه متطوره، لا زال الشباب اللي عايز يكتب شعر غنائي يكتب زيهم. من الأغنيات اللي حبدأ بيها صدفة غريبة، ويا ريت يغنوها لنا صدفة جميلة. إيه رأيك يا صامد بنا؟ لأنها صدفة جميلة معانا الأستاذ محمد يوسف موسى. مكتب غريبة لقيته الليلة من الصدفة، والله
شكرا يا عاصم، والتحية للأستاذ الكبير صلاح من البادية. طبعا دي أغنية يعني فيها خروج على مألوف التأليف في ذلك الحين، مش كده؟ أثر يا أستاذ محمد الجو الفني التطور بتاع الموسيقى على الشعراء في اختيارهم للكلمات في تأليف المقاطع؟ بالتأكيد. يعني أنا أول حاجة، أول يعني إذا سمحت لي قبل ما أرد على السؤال دي، أحييك وأحيي جميع أخواننا الموجودين الآن هنا، الله يخليك، من الفنانين والموسيقيين، وأحيي عبركم جميع المشاهدين. وأنا أكثر سعادة حقيقة بهذا اللقاء، يعني اللي ضمني مع أستاذ كبير كشاعر وكناقد سبقني في الشعر وفي مجال النقد، وأقول يمكن نحن الجيل اللي جينا بعدكم، نعم، وجينا في لقينا عمالقة الفنانين والشعراء قدامنا، وبالتأكيد زي ما تفضلت أنت في بداية اللقاء ده إنه نحن الأجيال اللي قبلنا أسرد علينا كثير جدا وخلتنا نحن نكون في موضع التحدي، نعم، لأنه إذا ما جينا بغناء جديد في مفرداته كشعر وفي ألفاظه وكل معانيه، يمكن ما نقدر نضع بصماتنا أو ما نقدر نماشي الناس دي. نعم. فلذلك أنا والجيل اللي جينا مع بعض، أخوان إسحاق الحلنجي وفضل الله محمد صلاح حاج سعيد وغيرهم من شعراء ذلك الجيل، يعني أفتكر أنه كان علينا مسؤولية كبيرة جدا أنه نأتي بالجديد واللي ما فيه إخلال بالقديم، يعني أن يكون مواصلة وامتداد طبيعي للغناء اللي سمعناه. نعم. ولذلك الألحان اللي لقيناها قدامنا من صلاح بن البادية والذين سبقوا من الفنانين كان له أثر كبير جدا، ولتركتوا مواضيع جديدة. نعم نعم، لأنه لو ما جينا بمواضيع جديدة يمكن ما كان الناس بيقدروا يمشوا مع الناس دي، يعني لأن أنت لابد إذا جيت لازم تكون في مستوى التحدي. الناس اللي قبلك عملوا حاجة، أنت لابد أن تأتي بشيء يعني يكون امتداد طبيعي، لكن وليس فيه خروج على القديم لكن فيه جديد. نعم. أنا أفتكر من الأشياء اللي عملتها وكانت بالنسبة لي، طبعا فضل محمد عنده الجريدة اللي بفتكر ده شيء جديد، وما زال أنت عملت برضو لزيدان أغنية آخر أول. نعم. هي شوف الحاجة الطريفة جدا، يعني صدفة غريبة اللي تفضل الأخ عصام بغناها، هي من أول الأغنيات اللي سجلها رئيس صلاح بن البادية في الإذاعة. نعم. لكن قبلها كان في أغنيات كثير جدا، من بين آخر حب أول للفنان زيدان إبراهيم. نعم. يمكن 16 أغنية، وللأسف الشديد ما وصلت للإذاعة وللمستمعين إلا أغنية آخر حب أول، ويمكن لما تم تسجيلها مؤخرا جدا سنة 86. نعم. يعني كان من المفارقات، مع أنه أنا كان بدايتي مع أخ زيدان. وهي ذات يعني كانت السبب في أنه زيدان يعني ياخذ مساحة كبيرة. كبيرة حقيقة. جدا. نعم. أنا أفتكر أنه زيدان بحييه من هنا يعني. نعم. وربنا يديه العافية. الله يخليك. مين اللي حيسمعنا الاغنيه يا شباب؟ اخر حب اول. نادر فرفور. والله طيب. والله عصام محمد البنا. حولها يما
شكرا يا نادر. على فكرة انت دي مش اخر حب اول. نعم. انت بتضحك علينا. عندك تاني اول حب يغنوه؟ اول حب اول حبيب. اول حبيب واول حب. لكن يعني انت كل زول تقولوا انت اول واحد. ما لازم. اول حب ده اظن غناه اول حبيب من دول الاحبه بتاعت ثنائي النغم وعلى حنا ملحم عبد المنعم الجاك عليه الرحمه. وبعدين برضه دي في حاجه طريفه جدا انه كان بيغناها الاخ الفنان الكبير صلاح مصطفى. نعم. ويمكن في سنه 64 لو تذكر كان في التلفزيون في حاجه برنامج كده قدم خلف الله احمد عليه الرحمه الله يرحمه بيختاروا نصوص من النصوص يشيلوا النص بده خمسه فنانين اختياريات. فانا ما كنت عارف حاجه. انا فوجئت بانه صلاح مصطفى التلفزيون زمان ذاك يعني قليل الانتشار. نعم. انه في جريده من الجريدة الراي العام افتكر انه صلاح مصطفى قدم اغنيه من ضمن خمسه فنانين كانوا احمد الجابر عليه الرحمه وعبد العزيز محمد داوود عليه الرحمه وايضا عباد الطيب واخر ما اعرف انا حاجه. اللحن الفايز كان اللحن بتاع صلاح مصطفى كان بيشيلوا النص المجاز من النصوص بيدوه خمسه فنانين زي ما قلت لك وبعد 15 يوم بيقول لهم تعالوا يسمعون تعال نسمع احسن لحن. وكان اللحن بتاع صلاح مصطفى. فوجئت بعد ما انه اللحن ده بقى يذيعوه في الاذاعه عشان يسجلوه فوجئت بالراحل سيف عبد القادر قال لي والله احنا عندنا اغنيه قدمنا لها النصوص من ضمن كم 10 اغنيات تقريبا وكلها نصوص رفضت ما عدا اخر حب اول. ودي قدموها الثنائي النغم باعتبار انه كانت اول اعمالهم وقالوا لهم في الاذاعه اذا ما سجلتوا حاجه ما ثاني ما بسجلهم اي حاجه. نعم. فقلت لهم انا الاغنيه ذاتها يعني غناها صلاح مصطفى انتم قلتوها وين؟ قال لقيناها في مجلس الاذاعه. ولحنها عبد المنعم الجاك وانا كتبت لصلاح مصطفى مذكره قلت له برغم ان انا كنت طبعا في بداياتي كنت مبسوط جدا انه صلاح مصطفى فنان كبير زي غني لي. كتبت له قلت له يا اخي انا يعني قدرت ظروف ثنائي النغم دي وارجو انه انت تقدر نفس الظروف دي. ذكرت له كل الحاصل دي. صلاح مصطفى قال وافق مشكور وقال لي على وعد انه اديني حاجه غيره. وظهرت اغنيه ثنائي النغم لحن عبد المنعم الجاك واختفى لحن صلاح مصطفى. تحيه للفنان الكبير صلاح مصطفى وهذه الروح الفنيه العاليه. يلا يا شباب سمعونا اول حب نمرة 2 للأستاذ محمد يوسف موسى. Thank you.
السلام. شكرا لكم رماز مرغني ومنار صديق، مشكرين اديتوا بصوره رائعه، شكرا لكم يا شباب. وبعدين استاذنا محمد يوسف موسى في الاغنيه الثالثه فات الاوان ما قدر يقول اول حب، مش كده؟ يا دي طبعا اول حبيب، يعني كله اول ماشي. لكن عايز اقول شنو والله قبل ما انا اجي لفات الاوان، عايز احيي برضه من هنا يعني ثنائي النغم خديجه طبعا محمد وزينب خليفه، زينب خليفه، وحيي تكرار الراحل عبد المنعم يعني، وكل ذلك الجيل العظيم يعني. يا نعم تفات الاوان، فات الاوان فات، ما قلت انت تقول اول حب، لا لا دي بقى دي بقى خلاص بقى دي بدل بطريقه ثانيه. نعم فات الاوان، استاذ صلاح من الباديه عمل بطريقه رائعه، واكيد جمال الدين مصطفى الشهير بجمال فرفور سيبدع فيها. قبل ما نقدم الاغنيه الثانيه دي، انا عايز اقول لكم حكايه طرف فيها الاستاذ محمد يوسف، وهي اغنيه حقتي، لكن داير اشوف كيف الفن يعلو ويجمع ويخلي الناس يحبوا بعض عكس السياسه اللي بتعمل الشكل والمشاجرات. محمد يوسف موسى هو المحرر الفني لجريده صوت السودان،
والسير أحمد جدور هو المحرر الفني لجريدة الأمة اللي هم النقيضين بيجاي وبيجاي الشكل رابطة. أنا والأستاذ محمد ما لنا دخل بهذه المشاجرات، نتلم شغالين في شغلنا الفني. جاني قال لي يا أخي أنشر ليك قصيدة، قلت له جدا أنا ما بعرف القصيدة اللي نشرها لي دي ما أغنية، القصيدة دي على فكرة هي الشوق والريد. نعم. شال محمد يوسف موسى ده عجبتني جدا وأصر إنه ينشره، وبعدين جاء عمنا سنجر اللي هو معاهم في الجريدة، سنجر معنا في الجريدة أيوه، جاء عمنا سنجر اللي عمل فيها المشاجرة، وبعدين القصيدة بقت أغنية. السبب فيها محمد يوسف موسى، السبب فيها هذه المحبة اللي كانت بتجمعنا كلنا كأهل فن. نشاكل في السياسة على كيف ده، لكن كفنانين احنا أهل بعض، ده شيء ما عايز أي كلام. عشان كده الفن هو الباب بتاع المحبة، الباب بتاع المحبة، رغم انه فيه كلام كتير عن الـ 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 السهر والشجن وعذبني وزيد عذابك، لكن عذاب جميل. صحيح، كتبتها انت بطريقة جميلة. صحيح، انا كتبتها طبعا الكبير بدري. يعني هي مع صدفة غريبة تقريبا مع بداية أيوة. كتاباتي، وبعدين الاخ محمد وردي يعني اطفى عليه غنابي جميل جدا. أيوة. وغناه بصورة ذاتها يعني حقيقة يمكن ادتها رواج كبير جدا، و حتى الآن يعني أغنيات وردي مفضلة كما هو بيقول، يعني أغنياته الخفيفة بيقدرها حتى الآن، يعني يعني في أي فاصل من الأغنيات أو في أي سهرة وبغنيها. أنا والله دار انتهز السانحة دي وحي روح الفنان الكبير العملاق إبراهيم الكاشف. نعم. وأرجع للكلام بتاعك الجميل ده، أتذكر لما نشرت القصيدة دي نحن قاعدين نذكر الصباح، الكاشف ذاته عليه الرحمة كان مقابل صوت السودان. ما هو ما جينا مرجت من الصباح أنا شايل الجريدة، أحمد سنجر على الرحمة قال لي محمد أنا قريت الصفحة دي والقصيدة بتاعت السير قدامك ده ما عجبتني. أي دي ما ده ما قلنا، قلت له كيف؟ لو قال لي أهلك اللي بيعملوا الدوبيت وجدك فلان تكتب كده كلام كلام زي ده. قام الكاشف عليه الرحمة قال لك كذب الله محمد أقرأ لي القصيدة، قمت قريتها له. بسط جدا قال لي قرأت انا السير، قام اخونا السير قرا له قال له نقبل الحين، وفعلا بعد سبع ايام الاغنيه دي كانت لا دخلوا في رهان رهان 10 جنيه 10 جنيه الكوارت ضابط بالضبط، والاغنيه كانت من الاغنيات الجميله عليه الرحمه الكاشف، كان ذلك الزمان فنان عظيم يعني ذلك الزمان. والله ربنا نرجع لعزبني وزي والاستاذ الكبير محمد وردي. عزبني وزيد عذابك، الشاب المتميز عصام محمد نور.
قلبي انساني. بعت التحية للأستاذ الكبير محمد وردي، تحية للفرقة الموسيقية، تحية لزميلنا الشاعر الكبير محمد يوسف موسى نقيب شعراء الأغنية السودانية الذي عطر هذه الجلسة بوجوده معنا. شكرا لكم جميعا، إلى اللقاء. قمنا على مهلة، قمنا على مهلة، www.sudanesesongs.net